لم يكن عداء المخزن للجزائر والعرب وليد المصالح الاقتصادية والسياسية الراهنة، بل تعود خلفيته إلى ستينيات القرن الماضي، وتعود اليوم للأذهان فضيحة الملكة المغربية السابقة الحسن الثاني عندما منح لجهاز الموساد تسجيلات لاجتماعات القمة العربية بالمغرب، كان ذلك في سبتمبر 1965. تفاصيل الموضوع مع زهور سيني. حيثية تاريخية موثقة تكشف خيانة الرباط. الملك المغربي السابق الحسن الثاني منح جميع تسجيلات القمة العربية التي أقيمت ببلاده بتاريخ 13 سبتمبر 1965 إلى جهاز الموساد، وهو ما اعتبر في ذلك الوقت خيانة للقضية الفلسطينية والعرب وأفضت إلى النكسة. قرارات مؤتمر القمة العربية كانت تسرب في وقتها من طرف الحسن الثاني، مثل ما يقال أيضا أن هزيمة 73 كان وراها عميل كانت عنده معلومات، هناك من يذكر الحسن الثاني. الجزائر بقيادة الراحل هواري بومدين كانت آنذاك محل ترقب شديد في محاولة لمحاصرة الدور الجزائري على المستوى الإقليمي. العمل الدؤوب والمهني للمخابرات الأمريكية تجاه القيادات العربية كلها أمر ثابت. الحسن الثاني كان من ضمن القيادات في ذلك الوقت التي تمكنت هي من العمل معه، وبالتالي فكان الطريق مهيئا للموساد. يعني من يقول سي سنوات 70 يقول الموساد. فضيحة تسريب مدار خلال القمة العربية بالمغرب رفعت عنها السرية، لكنها تظل شاهدا على غدر مغربي للأمة الإسلامية ودروسا حكيمة للتواطؤ والخذلان المغربي للقضية الفلسطينية.